فكرة ان احنا نعمل الايفنت دي وبالطريقة الكبيرة دي جات من الواقع ان احنا دايما كريم وانا بنسافر برا في فرنسا وانجلترا وميلانو كمان عشان نحضر المعارض اللي بتتعمل للكولكشنز الجديدة اللي بيطلعوها. فانا المرة دي فكرت لان كان الكولكشنز اللي جاية طالعة كانت حلوة جدا، قلت طب ليه ما نعملش حاجة كده في مصر. احسن حاجة نعملها ان احنا نعمل سبرينج سامر كولكشن جديد مع بعض عشان الناس يشوفوا ان في حاجات جديده بيتعمل هنا وحاجات حلوه جدا من بره بتيجي هنا وممكن تشتريها هنا على طول، مش لازم بقى الموضوع ان انت تسافر وتجيبه من بره، لا ما خلاص كل حاجه بقت في مصر. الشخص العادي اللي عايز يعمل بيته او يشوف ايه اللي موجود في السوق في 3 ايام بس يقدر يشوف كل حاجه مره واحده. خلال 15 سنة دول لاحظنا تغير كبير قوي في الذوق العام المصري في السوق. ديزاينرز جيلد معروفة جدا بألوانها الفقاعة، الألوان الصارخة. أول ما جينا على السوق السوق ما تقبلش الموضوع ده، كانوا لسه الناس بيحبوا يستعملوا الألوان الهادية بتاعت زمان، الألوان الغامقة شوية، حتى الماتيريالز الخامات كانت برضو مختلفة تماما. دلوقتي لاحظنا وخصوصا مع الجيل الجديد والجيل الجديد من الديزاينرز حتى في مصر بقوا بيميلوا اكتر للحاجات اللي هي صارخة شوية او حتى مجنونة حتى شوية في الديزاينز نفسهم. السوق اختلف جدا. Does give depth, you know, if you have maybe a wall with this and then the back wall with this.